السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. غنقترح عليكم واحد الشقة للمساحة ديالها 57 متر كاري، ثمن 40 مليون، قابلة للنقاش. غنعرفكم أكثر على الشقة اللي كتكون من صالون وجوج ديال الغرف وحمام ومطبخ. المطبخ اللي كيجي إيكيبي، عندنا بلاصه الثلاجه، بلاكارات الفوق والتحت، ام دي اف، عندنا الفران، لا هود، البلاك، طاجيره اللي كتجي على شكل ال بالرخام، بلاصه ماكينه الصابون، وعندنا الريدو الكتريك والشرجم اللي كيطل على لاكور اللي كيجي المطبخ مهوي كيف ما كتشوفوا. عندنا البلافو اللي كيجي بهذا التصميم اللي رائع بلي سبوت، وهاد الأضواء الرائعة ما شاء الله. غنمشيو للغرفة الأولى. الغرفة الأولى اللي كتجي بالبالكو ديالها كيف ما كتشوفوا، وعندنا البلاكار اللي كيجي بالعود، عندنا الباركي الزليج اللي كيجي على شكل باركي، البيبان ديال العود اللي مخدومين باليد. غادي نمشيو من الغرفة الأولى، غادي نمشيو للحمام. الحمام اللي كيجي بالفاسك بلاكار ديالو، الطواليط الرومية اللي كيجي فيها روبيني ديال الطهارة والرشاش. كما كتشوفوا الحمام اللي كيجي كامل بالزليج في الحيط. غادي نمشيو للغرفة الثانية. كيف ما كتشوفوا الشقة فيها جوج ديال الواجهات، كتجي مشمشة ومهوية. عندنا الشقة كتجي في السونتر ديال سيدي الحال، قريبة لجميع المرافق. ملي كنقولوا المرافق كنقولوا الجامع، الحمام، مدارس خصوصية والمدارس العمومية، أسواق السلام، سويقة، كل شيء قريب ليك، خمسة دقائق تقريبا على رجليك للبحر. وعندنا الصالون اللي كيجي بلاصه تيلي بالعود، وعندنا صباغه الخيال اللي كتعم الشقه كامله، والبلافون اللي كيجي بواحد التصميم رائع بلي سبوت اوليد. غادي نرجعوا لونطري مشاهدينا الكرام ونعطيكم واحد الاطلاله على الملكيه المشتركه. عندنا العقار كيتكون من جوج ديال الطوابق، عندنا السفلي اللي فيه حنا دابا كيف ما كتشوفوا كيجي عالي شويه على الارض، تقريبا واحد المتر او 80 سنتيم على الارض. كل طابق فيه ثلاثه ديال الشقات، عندك بلاصتك في السطح، وعندك الباركينغ فين تباركي السيارة ديالك. مشاهدينا الكرام، هذه هي الشقة اللي كتجي في واحد التصميم اللي رائع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. اللي بغى يزورنا ياخذ فكره مرحبا والف مرحبا.